هذا برقوق اللي كنشوفو فيه الآن. هذا خوت ورا الحنش كامل ما لقيتوش، لقيت غير الجلد ديالو. كانوا يربيو النحل هنا. السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. لا انا دابا راني في عند واحد صاحبي كندور في واحد الجنان ديال بوشاقور هنايا، بوشاقور نواحي بوشاقور، وبغيت نور لكم بعض الشجيرات اللي كاينين هنايا في بوشاقور ديال المشماش. ما شاء الله تبارك الله، الشجره ديال المشماش هذا هو الخير تاع مدينه بركان اللي راه كاين هنايا. شوفوا الخير تاع مدينه بركان نواحي بوشاقور تبارك الله. هو الخير تاع مدينة بركان، الحمد لله على كل حال. دابا نمشيو عندك الصديق اللي غادي يبدل تبارك الله. خذ كان ساكن هنا يا العزيز. بلي هذه هجروها زمان. يعلم الله شكون كان ساكن هنا. كانوا يربيو النحل هنا. بلي انا جبت النحل. شنو لقيت هنايا؟ الجلد ديال الحنش. الحنش انا ندور على الحنش كامل ما لقيتوش، لقيت غير الجلد ديالو. والله لا ترشيق عليهم. انا ربي شي واحد، شوف ربي شي واحد في الدار عجيب. المهم المره الجايه نتلقاو الحنش كامل، بدل الجلد ديالو كامل. السلام عليكم خويا زاكورا، تبارك الله عليك. هذا هو الصديق اللي قلت لكم جيت عنده هنا البوشاقور. السلام عليكم تبارك الله عليكم. مروان مبروك عوايدكم كاملين. الحمد لله خويا كيكون مزيان بعدا بعد المناسبه ديال العيد. كنهنى جميع الاصدقاء اللي كيتابعوني القناه، كنقول لهم عيدكم مبروك وعواشركم مبروكه. باش نتمنى ان شاء الله احنا دايرين واحد الدوره هنايا بوشاقور. جينا عند الصديق نتكلموا شويه على هذه النواحي ديال بوشاقور. اخويا زاكورا شنو هو اللي كاين طايب من الفواكه هنا في هذا الموسم؟ عارف كاين غير شويه المشماش والبرقوق وهذاك الشيء اللي ما كاينش في الوقت الثاني. شفنا البرقوق، شفنا المعويض، راك عارف هذه هي على حسب الوقيته ديال الوقيته هذه. كل موسم عنده كل موسم عنده. ندير واحد الدوره هنايا نوريو الاصدقاء شنو كاين هنا. مرحبا الجولات. كاين شفنا البرقوق، شفنا المشماش، الاخر مازال ما يطيب. الرمان، الرمان مازال ما يطيب. التفاح شفناه، تا هو التفاح كاين موجود الخير. والنافيل انا بمشي وقته هذا ماشي، والتشين فات وقته هذا. فات وقته هذا. ونخليكم اصدقائي بعد الفاصل. وسنواصل بسباس ياك. هذه الريحه زوينه تبارك الله. هذا عنده فوائد زوينه، هذا كيديروه العشوب وداك الشيء ديال الببوش، يطيبوا به الببوش. هذا الخوت التفاح اللي كاين هنايا موجود بوشاقور، خيرات ديال مدينة بركان تبارك الله. الشجرة هادي تبارك الله، خيرات مدينة بركان. تبارك الله. هذا برقوق اللي كاين هنايا في بوشاقور. هذا الشوك. والشوك
وهذا ابو عويد بان لي صغير هذا ابو عويد باقي ما سخص عاد صغير تبارك الله هذا هو الخير ديال مدينه بركان اللي كاين هنايا موجود في بوشاقور نواحي بركان هذه مشمشه الخوت تبارك الله يبان لي قاطح ما عرفناش شنو المشكل اللي وقع فهاد الشجره هذه بصح باقي عاد باقي عاد كاين اللي هنا بصح طايح كثر ما عرفناش واش من الدواء ولا شي مرض قاسي ولا ما نعرف نشوفو في الارض طايح بزاف مشماش